الشيخ حجاج ده مكلمه ليله رمضان، طلبه في ليله رمضان. انت جاي بصاحبك تخليها له فرجه الليله. انا قايل له المغرب انا مش لا حد فاضي يستنى. هتفتح الجراج البستاني وتاخد حاجات كتير على التليفون وحافظ لك حاجات كتير. انا عليك تخلي ملتم الليله فرجه. انا عايز احاسبك بين الحسيني لو قالوا هو بصيني لو جت بقول لك ايه؟ قول له احلى حاجه. وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن